خلونا نبدا اخبارنا العالميه من دوري الامم الاوروبيه ومباراه كرواتيا وهولندا واللي انتهت بنتيجه 4-2 لصالح كرواتيا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبيه على ملعب فانورد. المباراه انتهت بالتعادل بنتيجه 2-2 في الوقت الاصلي للمباراه، وقدرت هولندا انها تتعادل في الوقت الضايع. طبعا لعبوا اشواط اضافيه وقدرت كرواتيا انها تسجل هدفين في الوقت الاضافي. سجل اهداف كرواتيا اندري كراماريتش، ماريو باسالاتش، برونو بيتكوفيتش وموردتش. سجل اهداف هولندا دونال مالين ونوا لانك. طبعا كرواتيا قدرت ان هي تتاهل لنهائي الامم الاوروبيه بعد الفوز ده، وتلعب وهتلعب كرواتيا في النهائي مع الفائز من مباراه ايطاليا واسبانيا، والنهائي هيكون يوم 18 يونيو القادم ان شاء الله. نروح لأخبار سوق الانتقالات، وخلاص نيوكاسل الإنجليزي بيقرب بشكل كبير من ضم نيكولو باريلا نجم خط وسط انتر ميلان، واللي كان بيشارك معاه من أيام في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي. تليجراف الإنجليزية قالت في تقرير ليها يوم الأربعاء أن تركيز نيوكاسل على صفقات كبيرة لتدعيم فريقهم للموسم القادم، وأولويتهم هي التعاقد مع لاعبيه في خط الوسط بشكل أكبر، وباريلا هو على رأس القائمة اللي حطها نيوكاسل للتعاقد معهم. طبعا كان في مفاوضات بين نيوكاسل وبين انتر ميلان للتعاقد مع باريلا، ومن المتوقع ان عرض نيوكاسل يكون في حدود 50 مليون جنيه استرليني، وده طبعا وفقا للتقارير الايطاليه والاسبانيه اللي اتكلمت عن الصفقه. طيب الناحيه الثانيه، الرقم ده بعيد عن طموح انتر ميلان طبعا في بيع اللاعب، واللي شايف ان قيمه اللاعب اكبر بكتير من 50 مليون استرليني. طبعا لكن لسه في خط مفتوح للمفاوضات بين الناديين من اجل اتمام الصفقه والوصول لاتفاق مرضي للجميع. طبعا نيوكاسل هيشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وده بعد ما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري الانجليزي. باريلا صاحب ال 26 عام لعب مع انتر ميلان في 187 لقاء، سجل خلالهم 20 هدف وصنع 44 هدف، وطبعا هو واحد من اهم وافضل لاعبي الوسط في الدوري الايطالي وخاصه في انتر ميلان.